فيما يخص البلديات، عندنا الأول حزب جبهة التحرير الوطني ب 5978 مقعد، عندنا التجمع الوطني الديمقراطي ب 4484، القوام المستقلة ب 4430، جبهة المستقبل ب 3262، عندنا حركة البناء الوطني 1848، حركة مجتمع السلم 1829، بعد هذه نهبطوا تحت الألف مباشرة. إذن هذوما اللي فوق الألف هذوما الأحزاب، هذه يعني فيما يخص الانتخابات البلدية. نزيد نعطيك معليش الانتخابات الولائية، عندنا حزب جبهة التحرير الأول، القوائم المستقلة اثنين، التجمع الوطني الديمقراطي ثلاثة، جبهة المستقبل الرابعة، حركة مجتمع السلم الخامسة، وحركة البناء الوطني السادسة. هذا فوق الميتين، هذا فوق المئتين، الاخرين راهم هبطوا تحت المئة.